هتخسرون، ما بدي هتخسروا نادي. ليك ولا حيوان، خلي الأولاد تحت عينك. يلا يلا شوف يلا. اوعك بعمرك تعطي ثقتك بحدا. صار لازم ياخذ حذري منك ليال. يا رب قدرني اوقفه بالمكان الصح. كمان انت تعرف الاولاد اتخذوا قرار يرجعوا للعراق. امي ما بتحددني بالقتل، امي ما بتتمنى لي الموت. لك اخرسي يا قلبت التربايه، اخرسي. هاي الرسالة موجهة لألك، كأنه عم يقولولنا ما بدنا مشاكل معهم.